اخوان السلام عليكم، تبارك الله عليكم. المهم اللايف ما كاينش، غادي نحاول نقطع هاد الحجر، هذا السلسول كنقولوا له حنا، بلاصه مشهوره بان كيكونوا فيها السياده. نحاولوا نقطعوها. سي عادل تبارك الله عليك، وحصلنا هنا غندوزو، خصنا نقطعوا هذا الحجر، هذا خصنا نقطعوه، هذا الحجر خصنا نقطعوه دابا. دزنا سيدي مغيث، هو هذا. ايوا صعوبه باش نقطعوا دابا هنا هذا الحجر، هذا نحاولوا. صافي هذا الشاطئ ديال سيدي مغيث بين العريش وأصيلة، قررنا المدينة أصيلة، شي 10 كيلومتر تقريبا. وصلنا لهذا المكان هذا كيقولوا له السنسول، خصنا نحاولوا ندوزو من هذا السنسول، خصنا نحاولوا ندوزو منه. منين ندوزو والله ما نعرفش، نحاول نقطع وصافي نتبع السي بوشيبة، هو سبقني، نحاول نتبعو من هنا وصافي، نشوف واش نقدر نتجاوز هذا المكان بسهولة ولا كاينة شوية صعوبة. رمايك صحة بالصحة والعافية، الله يرحم الوالدين. لا قدرتي توريني على شي بلاصة اللي نقدر نسلت منها؟ من تما حسن. واخ يلا الإخوان، السلام عليكم. ها واحد الخبيزة ديال الدار ها هون بها، لا هو هادي محمرة بزاف، بلاتي نجبد لكم شي واحدة أخرى. هاي إلا كلينا بزاف حنايا والله. ها شنو خصك؟ ها؟ تيك الحوت والو، ولكن أنت ما كتصيدش ياك؟ لا ها بسم الله، لا جايين من العرايش. اش غادير؟ ما عندكمش الخبز ياك؟ نزيدكم الخبز؟ لا لا ما خصنيش، لا عاب الصحة والله، الله يلعب بالصحة. أنا خصني أنا نعطيكم ونمشي، ما خصنيش نتقل. الله يحفظكم بارك الله فيكم، بالصحة بالصحة والعافية. عندي واحد الأخرين. حنا تعطلنا وقيلا، ما كانش هاد شت هادو، هادو كلهم بوحدهم الا بغيتي ديك الساعه. تفرتو هنايا الصحه الصحه صحتكم الصحه والعافيه. دابا ندوز عادي ياك؟ اروح خذنا فتحات ما عليك، بلاش خليكم نتوما دابا جالسين هنا. سبحان الله، وانا انا حدي اصيله، حدي اصيله هنايا. عشوية 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 ناكلينا في الطريق. ياه دابا شحال يكون باقي الأصيلة؟ شي 10 كيلومتر تقريبا هكا. أصيلة واش غتمشي للأصيلة؟ أه عادي 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 ماشي 10 كيلومتر. أه ماشي مشكل كثر ياك؟ تكون شي 12 كاع. شي 15 كيلومتر. واحد المره دزنا هنا جبرنا هذاك السلسول اللي غادي داخل شويه واحد البلايصه مزاونه، واحد السيد شد واحد الدراده تمايا مزاونه. ما تجيك شي تما، قلت له ما تجيك شي. عندي صاحبي كيربط شي ربيط. المراه عطاتني البلاستيك البارح وما هزيتهاش. واه سمحونا، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجازيكم بخير. شكرا، الله يحفظكم. صافي مشينيش انا هنايا، الله يعاون اخوان.
نسيت راسي انا كنصور بالكاميرا. تهلاو فيا مساكن الله يعين، بغيت نكرمهم الساعه كرموني، الله يجازيهم بخير، الله ييسر الامور ديالهم. ها ايوا ندوز عاوتاني. السي بوشيبه ما كيعقلش على بنادم، والله ما كيعقل على بنادم. مشى شوف فين غيكون وصل دابا هو. اجيب شويه عليا هاد لبست سبرديله وكذا سلات صراحه. هاد الدوزه هنا انا تعمدت انني نوثقها بالكاميرا، يعني نصورها. زوينه والله الا زوينه، تجربه صراحه ممتعه. هو من هنا منين ندوز، واش من تحت ولا من فوق؟ ايوا هنا فين كاين الليو. بغيت ندير شي لايف صراحه، نشارك مع الاصدقاء الريزو. ما عرفتش واش كاين ولا لا. هاد البلاصه هادي سبحان الله ما فيهاش الريزو، ما عرفتش علاش. فوالا عواجه نوما، ما نحاول نشوفو منين ندوز. وصل منين غندوز؟ يلا وريني منين ندوز. يلا ندخل بعدا يدي في العصا باش نشبر مزيان وشي بسلات لاسياه. وا فين مشى المشكله؟ فين مشى؟ انا والله الا حرفت لي ما عرفتش باش من طريق عنشد، واش من الفوق ولا من تحت؟ يا ربي يا ربي تحفظ. دابا انا المشكل ديالي هو شاد التليفون كنصور، ما هي راه ساهله دغيا ندوز، ولكن انا شاد التليفون كنصور. ايوا هادشي اللي كاين. ما ماشي شي حاجه، ماشي شي صعوبه، غنحيد ندير فيديو. شباب تبارك الله عليكم، كيف قلت لكم حنا باقين في سيدي مغيت. راه هو سيدي مغيت، حنا حاليا في السلسول. الاخوه راه كرمونا، عطاونا اللحم والخبز، الخبز ديالنا عطاونا اللحم، بغينا مساكن نعطيهم الخبيز وكذا. انا بغيت نعطيهم الساعه، مساكن عطاوني هما، عطاوني اللحم، عمروا لي واحد الخبزه باللحم وجبرتوني دابا غادي تابع السي بوشيبه. عارفش انا واش ممكن ندوز من هنا من الفوق ولا لا. انا نحاول، سبق لي دزت من هنايا ولكن ما بقيتش متذكر التضاريس ديال المكان والبلايص اللي دزت منهم. ممكن منين ندوز انا من بعيد؟ رانا كنت كيحسبني ما عنديش منين ندوز، قلت صافي الدنيا مسدوده، راه باقا شويه الصعوبه اللي هي. المهم مره اخرى دزناها في الصباح، كنا حصلنا وبتنا في سيدي مغيث.